مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله جميع بخير. في آخر فترة وصلتني بعض الأسئلة. أمجد، أنت لك كم من سنة في الجزائر؟ إيش بتعمل في الجزائر؟ بتدرس ما بتدرس؟ من وين أصلك؟ فلسطيني ولا سوري؟ فحبيت أجاوب على هذه الرسائل كلها، لكن قبل ما أبلش في الفيديو حاب من أي شخص غير مشترك في القناة يعمل اشتراك في القناة وما ينسى تفعيل زر الجرس. وبالمناسبة كمان شكرا على دعمكم وشكرا على وصولنا ل 10,000 متابع. في البداية اسمي أمجد عساكرة، فلسطيني، طول عمري عايش في فلسطين لحتى نهاية 2014. في 2014 قررت أني أكمل تعليمي في الجزائر برا فلسطين. ففي هذاك العام القبولات الجامعية تأخرت شوي للأسف. جينا أنا في شهر 12 في ديسمبر، لما جينا كانوا على وشك أنهم يبلشوا في الامتحانات النهائي للفصل الأول، فاضطرينا أننا نوقف العام. عملنا بلوك للعام، وقفت العام انا وطلاب الدفعه معي. ذاك العام ظليت من شهر 12 ديسمبر، من اول ما جيت لحتى شهر 4 افريل. في 22 افريل روحت على فلسطين. لما روحت كنت متردد بين اني ارجع اكمل دراستي في الجزائر او اني خلاص انسى الجزائر واروح ادرس اكمل تعليمي في فلسطين باي تخصص ما حتى لو ما بحبه. طبعا فكرت كثير. ليش فكرت في هذا الامر؟ ليش كنت متردد؟ لان عانيت كثير هان في السنه الاولى. اجتني لهجه غريبه، مش بس لهجه، فيك تقول لغه، يعني كلمات جزائريه على فرنسيه، هي كوكتيل مخلطه عن اللهجه تاعتهم. فجتني لغتهم شوي هيك صعبه، ما كنتش افهم عليهم ولا اشي، ما عندي اصحاب، ما عندي حدا بعرفه، كلهم ناس جداد. حتى يعني الطلبه الفلسطينيين اللي معي اول مره بتلاقي فيهم هان، تعرفت عليهم هان في المديه. طبعا ليش جيت مدية؟ مش هذا الاشي مش باختياري. السفارة هي بتوزع الطلاب اول ما يجوا، توزعهم مثلا كل ولاية بتحط فيها 5 طلبة هيك. فانا نصيبي كان اني اجي في المدية. فعانيت في السنة الاولى، سواء اللهجة ولا اني بعيد عن اهلي ولا اني ما بعرف حدا هان. فحتى بتذكر انه في يوم من الايام، والعلم عند الله، اول يوم لي في الاقامة الجامعية بكيت، لان ما كنتش متعود على الاجواء هذه كلها. ما كنتش متخيل اني راح امر في هذه المراحل واني راح الاقي صعوبه هيك، كنت متخيل شيء ثاني. فسبحان الله. المهم قررت اني اكمل دراسه، كنت متردد لفتره، بعدين قررت اني اكمل دراسه. قلت يا امجد انت بلشت بحاجه ولازم تكملها، بلشت في تعليمك في الجزائر انك تدرس في الجزائر ولازم تكملها، ولازم ترجع بشهاده لاهلك ان شاء الله ونرفع راسهم. فاللي صار انه كملت، رجعت للجزائر بعد ما وقفت العام هذاك. رجعت في شهر 8 2015، شهر 8 يعني اوت. فرجعت في 11 8 2015. طبعا كنت خايف، كنت شاكك انه راح امر بنفس الظروف اللي مريت فيها اول سنة اللي وقفت فيها السنة خليتها لغة. المهم جيت هان لقيت شيء معاكس للي كنت انا متخيله. يعني شفت انه اصحابي اللي تعرفت عليهم في السنه اللي قبلها كنت مشتاق لهم، اول ما شفتهم صار عندي واو اصحاب. المهم صار عندي اصحاب. برضو اللهجه الجزائريه تمكنت منها شوي، فهذه سهلت علي كثير امور. فبرضو كانوا كثار، يعني احنا كنا في اللاسيتي زي الاقامه الجامعيه هيك، مثلا 12، خلينا نقول 12 شخص، كلياتنا بنفس الممر، كل غرف قريبة لبعض، فكنا نتسلى دايما عند بعض نضحك هيك. فما كنتش أحس بالغربة زي أول سنة. حتى إنه آخر سنة روحت فيها هي 2015، قبل 3 سنين تقريبا، 3 سنين ونص هيك. والحمد لله هيني مبسوط هان. طبعا في ناس بيعرفوني من صفحتي الفيتنس على انستغرام في القناة هان. خليني أحكي لكم عن صفحة الفيتنس. انه انا في سنة من السنوات كنت احاول اعبي وقتي، ما اخلي عندي اي فراغ، كنت منظم اموري. مثلا ساعة مثلا اقرأ فيها كتاب، اطالع فيها كتاب خارجي، ساعة دراسة، ساعة مثلا رياضة، ساعة هيك. فحبيت اني اعمل رياضة. الرياضة اللي اخترتها كانت هي تمارين الحديد. في البداية صدفة الصراحة، يعني انا اخترتها هيك بس. فلما مارست تمارين الحديد وظليت واستمريت عليهم والتزمت فيهم بلشت اشوف نتيجة. المهم تعلقت في هذه الرياضة، حبيتها، فحبيت ادخل بالتفصيل في كل حاجه بتخص هذه الرياضه. اكثر حاجه بتخص هذه الرياضه هو الاكل، لذلك قررت اني ازيد ثقافتي التغذويه. قريت كتب تغذيه، كتب طلاب كليات تغذيه، المهم، ودراسات، مقالات على الانترنت، كل شيء بيتعلق في التغذيه. كنت اي موضوع اسمع عنه اروح اتوسع فيه، بحيث انه اقرا، مش ادخل موقع موقعين
يعني موضوع واحد ممكن ادخل فيه 10 مواقع. المهم مع الوقت سنة سنتين ثلاثة أربعة صار عندي يعني خلينا نقول شوية معلومات بخصوص هذا المجال. فاللي صار إنه قررت إني أفتح صفحة أشارك فيها هذه المعلومات اللي أنا عرفتها من الكتب، طبعا مش جايب هذه المعلومات من دار أهلي، فالمعلومات اللي عرفتها حبيت أشاركها مع الناس، لأن يعني أنا في البداية كنت محتاج لواحد يشارك معلومات مثل هيك معي. في البداية ما شفتش واحد يوريني، ما حداش ينصحني، ما يعني احتجت حدا ينصحني في هذا المجال. فلذلك كل شخص حاب يزيد من ثقافته التغذوية الرياضية يدخل على الصفحة باسم أمجد فيتنس في الانستغرام، راح أترك لكم رابط الصفحة أسفل هذا الفيديو، وكمان راح أترك لكم رابط الصفحة الشخصية في الانستغرام أمجد أساكرا، مثل اسم القناة هذه نفس الاسم موجود في الانستغرام. فكل الأشخاص اللي حابين يزيدوا من ثقافتهم التغذوية والرياضية يدخلوا لصفحتي الفيتنس في الانستغرام. الحمد لله وصلنا أكثر من 135 ألف متابع فيها، صدقوني راح تفيدكم الصفحة. وبالنسبة للفيديو الجاي، الفيديو الجاي راح يكون على أكثر 4 حاجات عجبتني في الشعب الجزائري، واستنوني الأسبوع الجاي، والسلام عليكم.